وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، بعد التحية أطلعنا عن آخر المستجدات الخاصة بالقوافل الإغاثية لأهالينا في قطاع غزة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه المساعدات تستمر في الوصول لمدينة العريش، إما عن طريق الجسر الجوي الذي يصل لمطار العريش من عدد كبير من دول العالم والمنظمات المختلفة، أو حتى عن طريق الشاحنات الأرضية التي تصل إلى معبر رفح المصري. نتحدث اليوم عن وصول 5 طائرات معينة من دول مختلفة، وهي طائرتين من قطر وطائرة من الكويت، وهذه الطائرة من الكويت من الجسر الجوي الذي أطلقته الكويت ما يقرب من 20 طائرة حتى الآن وصلوا إلى مطار العريش الدولي. طائرتين من قطر محملين بالمساعدات الطبية والمستلزمات المختلفة والأدوية، ومنها أيضا مستشفى ميداني وبعض أيضا الكوادر الطبية التي جاءت إلى مصر ربما لتساعد أيضا في هذه المستشفيات الميدانية. نتحدث أيضا عن طائرة من الإمارات وطائرة أيضا أمريكية تصل لأول مرة في مطار العريش الدولي. نتحدث أيضا بالإضافة لعدد كبير من هذه الطائرات، إذن أكثر من 110 طائرة حتى الآن وصلوا إلى مطار العريش الدولي. بالإضافة لذلك أيضا الشاحنات المختلفة التي تدخل عبر معبر رفح المصري. نتحدث عن خلال ال 24 ساعة الماضية دخل العدد الأكبر تقريبا عبر بوابة معبر رفح المصرية ما يقرب من 160 شاحنة دخل وجاري، تجهيز عدد أكبر أيضا من الشاحنات. ولكن المختلف هذه المرة ليس دخول الشاحنات من معبر رفح المصري، ولكن عدم يعني تأكد الهلال الأحمر المصري من استلام الهلال الأحمر الفلسطيني لهذه الشاحنات. لم يصدر أي بيانات من الهلال الأحمر الفلسطيني بتسلم أي من 160 شاحنة الذين دخلوا عبر معبر رفح المصري، خصوصا بعد استهداف قوات الاحتلال لأطقم الهلال الأحمر الفلسطيني واستهدافهم لسيارات الإسعاف واستهدافهم أيضا للمستشفيات، مما عطل أيضا عمل الهلال الأحمر الفلسطيني وعرقل دخول المساعدات بشتى الطرق، وأيضا الإشاعات المختلفة التي أطلقتها قوات الاحتلال بغلق معبر رفح، إلى أن الدولة المصرية وما زالت في حقيقة الأمر تؤكد على أن معبر رفح من الناحية المصرية ما زال مفتوح وتدخل من خلاله هذه المساعدات، إلا أن العرقلة تأتي من جانب قوات الاحتلال. أيضا بالإضافة لذلك دخل عبر بوابة معبر رفح المصري حتى الآن ما يقرب من 9 مصابين، 9 مصابين تم توزيعهم بالفعل على المستشفيات، قد يزداد العدد بينما نحن نتحدث أو ربما أكثر من 9 مصابين، 9 مصابين حتى الآن تخطوا معبر رفح المصري وتم توزيعهم على المستشفيات المختلفة المتعارف عليها، العريش العام أو حتى الشيخ زويد أو بئر العبد، ومنها من يذهب إلى مستشفيات أخرى في محافظات مختلفة. نتحدث أيضا عن مزدوجي الجنسية الذين دخلوا عبر بوابة معبر رفح المصرية وتخطوا أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية اليوم فقط، ومنهم أيضا من هم مصريين عبروا عبر بوابة معبر رفح المصرية. نعم. لا تتوقف أيضا الزيارات الأممية للعريش وبوابة معبر رفح المصرية، فوصلت بالفعل السيدة كاترين راسل وهي المدير التنفيذي لليونيسيف لتتفقد أيضا المساعدات المختلفة التي من الممكن أن تعبر اليوم عبر بوابة معبر رفح المصرية إلى الجانب الفلسطيني. أنا بشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز من العريش.